اهلا وسهلا بيكم ورجعنا لكم بعد الفقره. وقبل ما نبدا فقرتنا ارحب بزميلتي الاستاذه لطيفه دمر. اهلا وسهلا اهلا استاذه وسهلا لطيفه. بحضرتك استاذ مصطفى، واتمنى ان انا اكون ضيفه خفيفه عندك في البرنامج قضايا واحداث. والنهارده احب اقول لكم ان احنا معانا رساله بتهم الشعب كله، رساله نقدر نعرفها اكتر من استاذ مصطفى. تمام، معانا النهارده حاله ناس ما عندهاش ضمير، ناس بتتاجر بامراض الناس الغلابه، الناس اللي محتاجين بيتاجروا بضعفهم، بيتاجروا بمرضهم. حاله هي نصب جروب معمول لمساعده الناس على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، جروب بيساعد الناس ان هو بيساعد اللي محتاج، بيساعد اللي محتاج حاجه حد ثاني بيقدر يوفرها له وبيساعده. لكن في اشخاص بيخشوا في الموضوع ده بيخشوا في الموضوع ده ينتحلوا شخصيات ناس تانية يبداوا ينصبوا باسمهم. معانا حاله فريده من نوعها هنشوفها النهارده، ومعانا مداخلات ناس حصلت معاهم اكتر من جريمه واتنصب عليهم في كذا موضوع. هنتواصل معاهم في التليفون ونشوف ايه اللي تم معاهم بالظبط. معانا هنخش معاهم مداخله تليفونيه. معانا الاستاذه هدير. الو الو ايوه استاذ مصطفى، استاذه هدير اتفضل. مساء الخير يا باشا. مساء النور. لو سمحت حضرتك ممكن تحكي لنا ايه اللي حصل معاكي؟ والله هو الموضوع باختصار، انا كنت بساعد حاله يعني محتاجه حقنه، بناء عليها انا كنت بدور في الحقنه دي وسالنا في كذا صيدليه من الصيدليات الكبيره، للاسف مش متوفره. ففي جروب على الفيس معروف، جروب مساعدات يعني الناس كتير بتحط عليه لو محتاجين حاجه او كده، انا بتابعه يعني باستمرار، فبالتالي انا اتعاملت زي ما الناس كلها بتتعامل. فكتبت يا جماعه انا محتاجه الحقنه دي وهدفع المقابل بتاعها. لقيت حد دخل لي على الخاص قال لي الحقنه موجوده عندي في الشركه. قلت له اوكي. ايه يا فندم؟ اتفضلي يا فندم كملي معاك، اتفضلي. تمام. المهم هو دخل لي على الخاص وقال لي الحقنه دي موجوده عندي في الشركه، شركه حضرتك فين؟ قال لي في مرسى مطروح. قلت له طب انا محتاجاها ضروري، اقدر اخدها ازاي؟ المهم قال لي لازم تيجي واذن توريد من الشركه، وقلت له ما ينفعش. فالمهم انجز معايا الموضوع بان انا احول الفلوس وهو يبعت لي الشغل في سوبر جيت الحقنه. سوري. ان حضرتك تحولي له، ادالك رقم تليفون انك بالزبط. تحولي له عليه الحساب اللي هو عن طريق فودافون كاش عليه. او فوري. هو اداني رقم اتصل عليه وبعت لي رقم اللي هو قال لي ده بتاع الشركه اللي بتحول عليه الفلوس، تمام، وبناء عليها بيطلع اذن صرفه وحاجات من دي. طيب حضرتك لما رحت تحولي الفلوس كان ظاهر الاسم بتاع الشركه على الرقم اللي انبعت ده، ولا كان اسم مستعار مش اسمه هو؟ لا لا، احنا لما بنحول اوريدي ما بيطلعش اسماء، انت بتتعامل كلمه فودافون كاش فبتتعامل برقم تليفون، مالناش دعوه مين الاسم. تمام. بس انا لما جيت اتصل على الرقم بعد ما هو ما ردش عليا، يعني يقول لي ان الحاجه اتحطت او ما اتحطتش او هتوصل ازاي، اللي هو اوريدي عمل لي بلوك يعني. ده بعد ما حضرتك حولتي، بعد ما حضرتك حولت له الفلوس وتاكد ان هي وصلت، عمل لك بلوك على الرقم بتاعه ان هو ما يردش عليكي تاني بعديها بساعتين ثلاثه. تمام. مش بلوك على الرقم، هو بيردش اوريدي لان هو عارف الارقام، لان هو شغال بالرقم بتاعه مع ناس كتير، يعني هو بينصب بنفس الارقام دي على ناس تانية مش انا بس. طيب حضرتك ما حاولتيش ان انت لما لقيت المشكله دي حصلت، او لما يعني سوري لما اتنصب عليكي من الشخص ده وبالرقم ده، ما حاولتيش ان انت تخش الجروب ده وتتكلمي وتقول ان الشخص ده بينصب، ان تتفادى الناس تتفادى المشكله دي؟ طبعا الجروب ده 6.5 مليون فرد، فبالتالي انا دخلت على الادمن بتاع الجروب، هم تقريبا في كذا ادمن، مش ادمن يعني مش ادمن واحد ولا اتنين. تمام. دخلت على اتنين من الادمن، الاتنين دول ما حدش فيهم رد عليا. بعت بوست على الجروب، البوستات لازم هم يقبلوا، الادمن يقبل، هو البوست ما بينزلش مباشره. البوستات ما اتقبلتش، بعت بوستين ان انا بثبت ان في عمليه نصب ومعايا سكرين شوت بالكلام، البوستين ما اتقبلوش. جات لي فكره ان انا اعدل البوست الرئيسي اللي انا كنت كاتباه اصلا وبطلب فيه حقنه، لان اوريدي البنت ماتت يعني. فقمت داخله كتبت تعديل، يا جماعه البنت اوريدي ماتت بس انا تم النصب عليا بالطريقه دي، خدوا بالكم، 1 2 3. وانا اعتقد ان انا بعت لحضرتك السكرين لو حضرتك حابب ترفقها يعني في الحلقه.
تمام. طب وايه ايه كان رد الادمن بتاع هو الجروب الادمن لما ما انت ردش بعتي له؟ عليا، انا بعد ما عملت تعديل للبوست بتاعي تقريبا بعديها بحوالي 12 ساعه فوجئت لقيت جاي لي في الاشعارات بتاعه الفيسبوك بتاعتي ان هو تم الغاء البوست اللي انا نزلته على الجروب، لغوا البوست او مسحوه يعني اللي انا كنت حطاه وبثبت بيه عمليه النصب اللي هو اوريدي انا كنت بطلب فيه الحقنه في البدايه. تمام. تمام. كل ده الادمن ما حدش اتواصل معايا، ما حدش دخل لي، ما حدش راجع معايا الموضوع ولا قالوا لي مثلا طب انت ايه المشكله اللي تمت معاكي، طب مين الشخص علشان حتى نعمل له بلوك. كل ده حصل بعد ما انا عملت بوست كبير جدا على جروب كبير اسمه بتاع بدون يعني ذكر بتاع اسماء، بلاك ليست، بدون بننزل ذكر فيه اسماء. بلاك ليست. تمام. هو في بس، طب ليه حضرتك ما دخلتيش على التعليقات؟ يعني البوست انك تنزليه يعني بيتحظر، ليه ما دخلتيش على التعليقات متاحه انك تقدري تخشي تعلقي وتقولي كل اللي انت محتاجاه بدل ما تنزلي بوست؟ اظن هو لما تنزليه في تعليق. انا اوريدي علقت في كذا تعليق تمام. على يعني في كذا بوست كان محطوط برضو على الجروب، دخلت وقعدت اكتب او اعمل سكرين ان ده نصاب يا جماعه خدوا بالكم، ده نصاب خدوا بالكم، يعني في كذا بوست، ولكن مش كل الناس بتقعد تقرا لان الجروب كبير ما شاء الله تمام. وبيجيب تفاعل، يعني ممكن تلاقي اللي بوست بيبقى واخد مهتم عليه 10 بالقضيه تقريبا. او مثلا اللي بيبقى هيساعد او محتاج مساعده هو اللي بيخش بس يهتم ويشوف ايه في التعليقات. بالظبط كده. طيب حضرتك ما قدرتيش تتواصلي مع الشخص نفسه اللي هو الصفحه معموله باسمه اللي هو النصاب ده منتحل شخصيته، وتواصلي معاه تقولي ان تقولي له ان فعلا ده في حد منتحل اسمك وصفتك وبينصب على الناس الغلابه الناس المحتاجين؟ هو للاسف حاطط صوره دكتور كراح كبير، بس هو كاتب الاسم طبعا غير، تمام يعني هو كاتب اسمه، هو ماشي. حاطط كم احنا حبال حضرتك الصوره على. هستأذنك بس انك ما تذكريش اسم حد، يعني لا مش تقولي هذكر التفاصيل زي اسم ما انت حد، عايزه بس ما انا تذكريش اسم عرفت حد. اوريدي، انا ما كنتش اعرف الدكتور ده، انا ما اعرفوش شخصيا، يعني تمام. انا عرفت من التعليقات اللي جت في البوست، في البوست بتاعي في الكومنتات، يعني الناس هي اللي قالت لي، انا ما كنتش اعرف الدكتور طبعا. فهو بيستغل الموضوع ده، وانا تواصلت اوريدي مع زوجة الدكتور ده فعلا، وهم قالوا هيتاخدوا الاجراءات بتاعتهم اللي بتخص التشهير ان هو بينصب بصورة الدكتور ده، ان هو بيستغل الموضوع يعني، يعني هو بينصب بصورته لان هو تقريبا دكتور معروف، فهو مستغل صورته وبيتعامل على اساسها. طيب حضرتك قلتي لما كلمتينا ان انت قلتي في كذا حالة نصب، وصل ده قدامك ظهر يعني بعد مثلا البوست او بتاعي، قدرت انا حطيت تتواصلي بوست مع على كذا صفحتي حالة؟ الشخصيه على الفيسبوك، فانا فوجئت، انا يعني انا ما استوعبتش ان دي كميه ناس اتنصب عليها من نفس الشخص بنفس الطريقه، طب وكمان ورد لدرجه الادمن ايه بتاع الجروب؟ الادمن لما لقوا ان الموضوع فيه يعني تفاعل وان الناس كلها بدات تتكلم في القصه، فالادمن جات لي على الخاص بتقول لي شوفي المشكله عند حضرتك ايه واحنا نحللك، بس احنا الرولز بتاعت الجروب ملهاش تدخل تماما في اي تعاملات تجاريه بتخصك ما بينك وما بين اي حد، يعني على الجروب على الخاص، يعني حضرتك اتنصب عليكي فدي بتاعتك انت. قلت لها يا فندم انا مش بثبت عمليه نصب قد ما بقول لحضرتك ان جروب كبير زي ده اللي انت لما محتاجه توعي بيستغل. الناس ان ما يتكررش معاهم بالظبط الموقف ده وما تنصبش عليهم تاني. بالظبط، والمفروض الجروب هو كمان يبقى عنده دور في الموضوع ده، انما مش بس يمسح البوست وخلاص يعني. ولولا ان انا عملت البوست بتاعي والبوست بتاعي جاب تفاعل ما كانش حد هيكلمني ولا حد هيقول لي انت عندك ايه. طب بعد اذنك ثانيه يا استاذ مصطفى. اتفضلي يا باشا. اتفضلي يا استاذه نتيجه. وحضرتك ما جاش في دماغك مثلا ان انت تقومي ما تروحيش تقولي له هستلم الحاجه واقوم مسلمه الفلوس؟ ما هو يا فندم ما فيش وقت للكلام ده، هو الموضوع مش ان انا بثبت موضوع النصب برضو، يعني هي قصه بالنسبه لي مش قصه نصب، قصه ان هي الامن اللي اوريدي بتاع الاستاذه هدير جروب كبير تقصده زي ان هي ده. محتاجه توصل للناس هي اوريدي اتنصب عليها، فهي خلاص محتاجه ان ما فيش حد هي وليكن شخصيتها انها تقدر تتحمل المبلغ اللي اتنصب عليها فيه، لا لكن ومفروض ان غيرها في ناس كتير جدا غيرها مش اتنصب قادر، عليها بنفس غيرها محتاج الطريقه لكل وبنفس جنيه، في الشخص. غيرها بيبقى داخل الجروب ده محتاج ان حد يقدر يساعده ولو بعلبه برشام بعلبه حقن بحقنه فعلا، او شريط برشام، فهي والجروب كل اللي هي بيساعد تقصده برضه ان على هي فكره، احنا توعي ما نجيش الناس على ان ما الجروب، يتنصبش ولكن عليها تاني. الجروب اوريدي بيساعد، والجروب فعلا في ناس كتير فعاله وبتساعد، ولكن الجروب بقى بيستغل او معروف بان هو بقى دايره للنصب، وبعدين هو مش شغال ما هي لوحده للاسف الشخص. للاسف احنا شعب طيب جدا، مع دمعه لما يكون في حد محتاج او حد تعبان او حد مريض كل الناس بتتعاطف معاه لان احنا شعب طيب، فعلا دي لكن يا حقيقه. ريت المساعدات او في الجروبات اللي زي دي يا ريت اللي محتاج اللي عايز يساعد يساعد الشخص نفسه
يتواصل، يقدر ان هو يتواصل مع الحاله نفسها وساعتها. وبنشكر الاستاذه هدير ومعانا مداخلات تانية، احنا بنعتذر عن قطع الكلام، لكن معانا مداخلات تانية فبنشكر الاستاذه هدير. شكرا استاذه هدير. وزي ما شفتم دي حاله من حالات النصب، حاله الناس بتستغل مرض الناس الضعفاء والناس المحتاجين عشان ينصب عليهم. وزي ما قالت الاستاذه لطيفه وزي ما شافت ان موضوع النصب بقى كبير جدا، والسوشيال ميديا زي ما قدامنا الناس بتبقى كله بيبقى داخل متعلق زي غريق متعلق بقشايه. فايه رايك يا استاذه لطيفه في الموضوع؟ بص يا استاذ مصطفى، انا من رايي ان قبل مثلا ما اطلب حاجه زي كده، هو عامه دلوقتي الاونلاين شغال دايما، بس ما ينفعش ابعت فلوس قبل ما استلم الحاجه، ده اللي انا شايفاه. ما هي ودي الغلطه الشحن اللي هو طريقه الشحن او الشركات دلوقتي بتقول لك ابعت المبلغ عشان اقدر اشحن لك او احجز لك او ابعت لك الحاجه دي. ما فيش حاجه اسمها تسلم، في شركات هو نصاب فمش محتاج، مش هيدي لك، مش هيبعت لك الحاجه. والناس بتبقى متعلقه مش مستنيين ان هم يدوروا بقى، وما عندهمش دماغ. يعني المريض او اللي محتاج حاجه ما بيبقاش عنده دماغ ان هو يفكر يقول لك ازاي ده، لا انا هاخد احتياطاتي وهو يديني الحاجه الاول واستلمها. لو مجرد ان هو بيقول ان في حد عنده المساعده او عنده الدواء ده متوفر فما بيصدق، لو طلب عينيه بيديها له، لان كل المشكله بتبقى في اطفال. يعني اللي بنته تعبانه، اللي ابنه تعبان، فدي كلها بتبقى الناس متعلقه، الناس غريقه ما بتصدق ان قشايه. ومعانا كمان مداخله الاستاذه مروه، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. عاوزين نعرف من حضرتك ازاي حصل معاكي كده. والله انا والدتي مريضه كانسر من 4 سنين، وحاليا بقى لها 2 سنين ماشيه على اقراص كيماوي انا ما بلاقيهاش بسهوله، لان هي مش مسجله في وزاره الصحه، فبتجيني من بره، فالصيادله هنا بيحاول يوفره لي. تمام. فانا طبعا كنت متعامله مع كام صيدليه ما عرفوش يجيبوها لي، فحطيت اسم الدواء على جروب. اقول اسمه ولا بلاش؟ لا لا لا، بدون ذكر اسماء. تمام. هو جروب، هو تقريبا الكلام وصل له، يعني هو الشخص نفسه عارف ان احنا بنتكلم عليه، او جروب عامه معروف من غير ما نقول اسمه، هو اكيد عارف ان الكلام ليه. هو جروب خدمي وبيساعد الناس كلها. تمام. ففي شخص دخل لي على الخاص وقال لي ان الدواء ده متوفر عندي. طيب تمام، حضرتك سعره كام؟ قال لي سعره كذا. ممكن تقولي الارقام عادي؟ ممكن تقولي الارقام، مفيش مشكله. المبلغ 540 جنيه. وهو سعره في الاساسي 540؟ لا، سعره في الاساسي 405. تمام. فقلت طب هتواصل مع حضرتك ازاي؟ ممكن تحولهولي على شركه شحن وانا لما يجي هحاسبها؟ قال لي لا ما اقدرش، لازم يجيني سعر الدواء الاول لاني هدخله عندي في الشركه وهحول لك انا الدواء على شركه شحن. فللاسف ان انا علشان مضطره وجرعه والدتي ما تنفعش تقف، فاضطريت ان انا احوله المبلغ على فودافون كاش. تمام. وبالفعل حولت له المبلغ وقال لي ان انا حولته لك على شركه اسمها شركه ايرجنت. تمام. حصل في اي كونكت بينك وبينه بعد ما بعت الفلوس؟ بعد ما حولت له الفلوس وصورت له صوره التحويل بتاعه فودافون كاش، ما بقاش بيرد، عمل لي بلوك من على الواتس، من على كل الوسائل عمل لي بلوك، ولما بنتصل بيه من على اي رقم غريب بيقفل السكه طبعا. وبعدين فانا عملت له محضر وتواصلت البيانات خط من الخطوط بتاعته، بس طبعا المحاضر عندنا والقضايا حبالها طويله. تمام. فللاسف وعرفت عن طريق كذا جروب ان الشخص ده نصب على كذا حد غيره، وحسبي الله ونعم الوكيل. كلمتي الادمن بتاع الجروب؟ صغير. كلمت الادمن بتاع الجروب. نصب على حد في 1000 جنيه ونصب على حد تاني في 5000 وشويه، والوجع الاكبر بقى ان في واحده من الناس فضلت مستنيه الحقنه اللي هو عشمها ان هي هتجيلك، وللاسف البنت اتوفت. يعني نفس يعني الطريقه اللي قبل كده. هو احنا لما تواصلنا مع بعض وعملنا جروب نفس السيناريو بيمارسوا على كل الناس. تمام. واغلب الناس بتبقى علاج مش لاقياه، يعني احنا 4 بندور على دواء كانسر باختلاف اسمه طبعا، فهو بيعشم الناس وفي الاخر بيخلى بيهم ان هو نصاب. طب وكلمتي الادمن بتاع الجروب؟ للاسف كلمنا في واحده مننا كلمت الادمن، رفضت ان هي تحذر الناس. الادمن هي اللي رفضت تحذر الناس؟
طيب برضو زي ما قلنا في كل اللي عملته مع الاستاذة هدير ان هي عملت له بلوك للشخص، وللاسف طيب. الشخص ده عنده اكتر من اكاونت، يعني انت لو عملت الاكاونت واحد منهم هيمارس برضو النصب على الناس من اي اكاونت تاني. ما اللي انا شفته في السكرين اللي الاستاذ هدير بعته لي ان نفس الصوره على اسماء مختلفه. بالضبط. طيب ليه الادمن ما نفسه شخصيه اسمها هاني ومحمد واسامي كتيره؟ طيب انت حضرتك قلت في الكلام ان انت رحت عملت محضر في اسم الشرطه. تمام، عملته في اسم الشيخ زايد. تمام. طيب ما لحد دلوقتي كان المحضر من امتى حضرتك؟ المحضر تقريبا في نص شهر 10. طيب انا معايا رقم المحضر وتاريخه بس انا مش متذكره بالظبط. طيب تمام، وبنشكر الاستاذه مروه ومعانا مداخله ثانيه. ناخد مداخله ثانيه، اتفضل. الو 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 استاذه رجان، كانت معانا الاستاذه رجان، هنحاول نتواصل معاها تاني. زي ما شفنا اللي حصل بالفعل هي نفس الطريقه في النصب، نفس الطريقه بنفس الشخص، ان هو بيخلي حد شخص محتاج لعلاج او ادويه ويبدا يخش يبدا بالعمليه بتاعته، عمليه النصب، وصوره بنفس الصوره لكن الاسماء مختلفه. ومعانا الاستاذه رجان رجعت تاني على الاتصال. الو استاذه رجان. ايوه. الو يا فندم اتفضلي. ممكن حضرتك تكلمينا عن مشكلتك وايه اللي حصل معاكي؟ زي ما حضرتك ممكن تكون سمعت المداخلات اللي قبل كده، فمحتاجين تكلمينا باختصار عن المشكله بتاعتك. اتفضلي يا فندم. تمام. بصوا، انا كنت محتاجه علاج ضروري ونزلت على اللي هو الجروب بتاع انا وابن عمي بنساعد الغالي. بلاش بدون ذكر اسماء لو سمحتي. بدون ذكر اسماء. نعم. بدون ذكر اسماء لو سمحتي. يعني ما تقوليش الاسم بتاع الجروب او اسم اي شخص. اوكي. احكي لنا المشكله بس. بس نزلت يعني ان انا محتاجه علاج، وفي حد دخل كلمني قال لي ان العلاج متوفر عنده، وبالفعل ان هو قلت له خلاص طيب ازاي العلاج ده يوصل لي؟ قال لي هبعته لك عن طريق مندوب. قلت له اوكي مفيش مشكله. وبعد كده قال لي حوالي فلوس على فودافون كاش على الاسم التابع للشركه. بعد ما بعت الفلوس انتظرت كتير ان العلاج يوصل، ما وصلش. بس فنزلت عملت له محضر بعد كده. تمام، يعني نفس الطريقه ونفس البتاع. شكرا استاذه رجان. لحد دلوقتي نفس المشكله، فليه الادمن ساكت على كل ده؟ ما هو للاسف ان هو لما بيعمل للشخص ده حظر بيبقى معانا بيحاول يغير الاسم، واشخاص كتير بيتعرضوا لجريمه النصب ديت والاهداء. فليه ما يكونش في اجراء حازم من ادمن الجروب ان هو يقدر ياخد قرار، ياخد موقف ان هو يختم بيه كل جرائم النصب ديت ويحاول يوقفها، لان عشان الجروب يبقى فعلا يقدر يوصل يودي المساعده لحدها. والى هنا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. وقبل ما اختم حلقتي بشكر زميلتي الاستاذه لطيفه دومر. بشكرك استاذ مصطفى. ونستنونا في حلقه جديده ان شاء الله وبرنامج قضايا واحداث. استنونا.